المشكل من ديت هو كيغتصبني هذا الشيء هذايا ديال بنتي وصابر عليه ديالي صابر عليه يعني كيتكرفص عليا كيتعدى عليا كيخرجني من برا يعني كيدير لي الشيء ديال الحيوانات وصابر عليه وحنا عندنا الدراويش هذه وكيضربني وكيجري عليا كندي ولادي وكندي معايا وكديما ومي كيجي يديهم لي وهذاك النهار زول مني قدام خلي دم ما نويتي بوايقي لايدة مي خليت ملم خرج نهار 13 في رمضان خليت ملو هدايا خرج نهار 13 في رمضان قز العيد قالت لي يما في 10 ايام الاخرية انا ما 10 ايام الاخرية قرب ليا قالت لي يما انا ديالي قرب ليا جاب هي تحول عليها ما عيطت لي ما والو ما عندي لا تليفون لا والو مي قرب ليا هربت هربت هي زعما انسانه قويه مي هربت لحقه في الطريق ردنا الدار انا عندي الدار ديالي في وسط الغابه ما انا تا حدا تا واحد لا بغيتي تطلعوا تشوفوها تشوفوها مي قرب ليا الدار هرس عليها ثلاثه القومات قلت له انا يا ما تيقتهاش قلت له باك ما يقيلكش يا هيدا انا شنو المشكل هو فيه الهيبه هي كتبغي باها وفيه الهيبه قلت له باك ما يقيلكش يا هيدا لا نش قلت له باك ما يقيلكش يا هيدا قلت لي لا با يدير لي هيدا قلت له انا شنو نويت على ديك الضرب حطيت تما زعما لا با على ديك الضرب ما تيق كلشي في راسه العائله ديالها في راسها ديالو قلنا له قال العيلة كاع من الضرب مي الضربة هيدا ما تيقناشي ديتها صورتها قيت في الدار ديالنا ارتاحت وليت رجع في شهر 8 السيمانة هذا العيد الكبير عيت في الدار ديالنا قينا التنزل وانا ممنوع نخرج من الدار ديالي هو ممنوع يحط يدو فيا لا قلت لهم انا الا خرج من الدار ديالي على هو ضربني نخرج بلا اين قالوا لي صافي نقول لك 15 يوم نقول لك 16 يوم جوز في الدار عيطوا لي قالوا لي اجي الام ديالك راه مريضه داو العرايش ما عيط لي شي خلي لي عيطوا لي له هو قال لي يفهم عليا قلت له انا تنهود عند خي عند شو شني كاين مي هود عند الاخ ديالي بقى نحكي له قال لي لا قال له هوت طلعت للوالده ديالي بيتها معها هو ما باتش معايا مشان بات مع عمته بقيت انا في الصباح خرجت مع العشرة من القصر وصلنا تغدينا مع واحد خالته وخرجت من ديك الدوار للعصر نقول لك السته نقول لك الخمسه وصلنا ما بقيتش عاقله من ساعه العائله دخلت قالت لي اما جداده راه قملت عمرت بالقمي قلت لها نوض دوش هي خرجت دوج وانا دخلت عنده وطيت الوقت ديالو خرجت فرغت عليا سطال د الماء درت الرغايف 13 رغفه درتهم خرجت هي خرجت من الحمام هو عيط له قلت انا زعما كيسول شنو يقول له دخل خاها موراها صابو معن كما كان اسمع عنده الشرط حدو هنايا صابو الناس ما قال لي ما اجي شوف بابا شريق اختي اش كيدير قال لي كيتلحوس معاها ويبوسها قلت له باك ما يديرش هادشي قال لي لا اجي مي دخل قلت له بقى حدي حاجك من الكلاب الرغايف دخلت حيت صنداله من رجلي ما عندي لا بيبان لا والو عندي باب واحد هذا الفصه كندخل ليه مي دخلت هما جا من الحيط بجوج ما شافنيش ما عطاني ما عطيتوش يخلي الفرصه زعما تيترقى يعني شتو الراضي قلت له نوض قطعت تيوره في برا قطعت ديك العائله تيو قالت لي دابا انتحر قلت لها لا انت ما انتحرشي انتحرتي انا نمشي فيها انا نفكك مشيت عند المقدم باقي سلس يلا افتح الضو لقاتني المره ديالو قلت لها هاشني وهاشني قالت لي راه في الدرس عنده مشيت عنده ما قدرتش نقول له اخر يشوف يدي يقول لي ما يقيش هذاك الشيء قلت له واش فيها قال لي مأكده قلت له مأكده انا ما نطيحش عليه البطل قال لي صافي اجي نعيطو هذا الاخر ديالنا ديال التعطف القايد قال لي اجي نعيط للقايد مشينا نعيط للقايد صبناه طافي التليفون يعني باقي بكري قاز عليا قال لي بنت الناس انا هو اللي كان عنرد عليك الخبر جاب
جاب جدرمي واحد ولا جودان كبير واحد معاهم بوليسي. نقول لك من القصر كبير ولا هذا لابس قميجه بيضاء قال لي لا هادشي بصح. قلت له اه بصح. هو ما قالوا له شي صادق حتى ولا نتعطف اتقلم. قال لهم انا ما عندي حتى مشكل مع مراتي. هما كتحوا له قال له بنته. قال لهم اعوذ بالله مش الرجل نقي بنته. قلت له انا اللي شفته بعيني العيله. قال تالي وما تيقتهاش. قلت انا المشكل عم الضرب باش تهمت بابا مش بعيني ما عطاتنيش الاخر مي قينا يدي. قال لي سيري لا جوده الكبر. قال لي سيري لا حنا باقي ما عرفنا شي تحقيق شني. غدا نجيب لنا العيله نقول الطبيب عنده هنا الطبيب. هبطناها القصر ما بغاوش يعني ما لقاوش ديك الطبيب عايشوف ديك الخطيصاف. دفعونا العرايش. العرايش معانا جدرمي. دخلتك جدرمي معاه المكتب. انا ما دخلتش. قال لا مالك حاشاكم. قال لا مالك الحماره. قالت له لا انا با كيهددني كيزير عليا. مي دخل قال له الجمر كيدخلنا. حنا عندنا الجمر يعني كتدخل المجمر. قال له عند لقينا الجرح واش بيدو ولا بيدو. هاني يدي انا ما نقيش بنتي هيدا. قال له واش بيدو. قال له وردوا له الزمان. قالت لهم التفصيل كامل. صادق دفعونا لهنا لطنجة ما بغاوش يقولنا الشهاده يعني شافوها. قالوا كما الناس هذا ما بغاش يكوزوا لنا ولا هذه. قالوا ردونا العراي. قالوا دفعونا الورقه ديالنا العراي. قالوا اللي قال لكم هما هازين الضد مع بعضهم. يعني قالنا اللي قال لكم هذا يزيد يكمل عليها. سعدي دابا كنطلب سعدي والعائله راه كطلب مني انتحار. واش انا خصني نخدم خصني نقرا. انا كندور عارف ندير الناس اخوتي كل واحد قاد الحال. العائله كل واحد قاد الحال. بغيت نطلب لكم أما هاد العيلة ما انتحرشي. ساعدونا وتجوزوها يعني توقفوا معنا. الله يرحم والديكم. الله يجازيكم بخير.